هل ينام السمك أو كيف تنام الأسماك؟ وما هي تفاصيل نوم الأسماك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة وفيديو جديد. طبعا حضراتكم عارفين البني آدمين أو الحيوانات أو الكائنات بشكل عام بنشوفها بتنام، ولكن سؤال بيقول في خاطر الناس: افترضنا أن السمكة بتنام أثناء العوم أو أثناء الغوص، لو نامت هل بتقع في القاع؟ لو احنا مثلا بالليل كده فتحنا البحر كده هتلاقي السمك كله نايم، نوم السمك بيبقى عبارة عن ايه؟ هنتكلم عن الموضوع ده النهاردة بالتفصيل. قبل ما نبدأ بس تفاصيل الحلقة، لو دي اول مرة تزور القناة ياريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلكم كل فيديوهاتنا الجديدة، ويلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. في الاول مفيش اختلاف ان النوم ظاهرة طبيعية وبتمر بها الكائنات الحية بما فيها الانسان والحيوان. وظيفة النوم ايه؟ وظيفة النوم انه بيخليك تتخلص من الالام والضغوط اللي بتتعرض لها الكائنات الحية اثناء النهار. طب هل المخ او القلب بتاع الكائنات الحية سواء الانسان او الحيوان بينام هو كمان؟ الاجابة طبعا لا، لان الدماغ اثناء مراحل النوم بيشهد حالة من النشاط الزايد، وبناء عليه بيبدأ يعيد ترتيبات وتنظيم الاحداث والخبرات اللي مر بيها الانسان طول النهار. وده على عكس الاعتقاد طبعا الشائع بان الدماغ بيتوقف نشاطه اثناء النوم. النوم ضرورة اساسية وبيخلي الانسان يقدر يستمر في العيش والراحة علشان تكمل الحياة اليومية او اليوم اللي بعده. وقلة النوم بتؤدي للشعور بالخمول والتشوش، والحرمان منه بيؤدي للوفاة. وبعد دراسة عملوها على الفيران وجدوا ان الفيران لو اتحرمت من النوم لمدة 3 أسابيع بتموت تماما. بعد الكلام اللي قلناه ده كله عايزين نعرف السمك بينام ولا لا. الدراسة بتقولك انه صعب تطبيق المعايير العادية لسلوك النوم عند الاسماك زي ما قسناها عند الانسان والحيوان، وده لان الاسماك ما عندهاش هياكل دماغ معقدة زي الانسان او الحيوان، ومش ممكن تقدر تقيس نشاط الكهربائي للأسماك أثناء النوم. ثانيا، انت لو حبيت تراقب السمكة أثناء النوم هي ما عندهاش أجفان زي الإنسان أو الحيوان، فبالتالي ما تقدرش ان هي تقفل الجفون علشان تقدر تقول السمكة دي الوقت نايمة أو صحية. ايه اللي يخليني أعرف ان السمكة الحالية دي نايمة أو صحية؟ أول حاجة وهي انعدام نشاطها لفترة طويلة، او وجودها في وضعية مريحة غالبا، او تقدر انها مرحرحة حبتين ثلاثة، او انخفاض استجابتها للمنبهات الاعتيادية. يعني مثلا لو سواء كانت مثلا في حوض سمك ولا حاجة وقدرت ان انت تخبط عليها او كده، فبالتالي دي بتبقى في مرحلة السبات بتاعها او في مرحلة النوم. طيب الابحاث قالت ايه عن نوم الاسماك؟ الابحاث قالت ان الاسماك تشهد حالة من فقدان الوعي، او بيسموها بالانجليزية suspended animation. الحالة دي بتبقى زي البشر ولكن بتبقى اعلى شوية، بتبقى في حالة تأهب للمخاطر. يعني لو حد بس نكش جنبها او اي حاجة تبص تلاقي السمكة بدأت تتحرك بسرعة عالية جدا. وفي حالات النوم دي بتكون يا اما طافية على سطح المية، او في بعض الاسماك بيلجأ انه بيبدأ يستخبى، بيدفن نفسه في الطين او في الشعب المرجانية. طب هل الدراسة او الكلام اللي احنا قلناه ده كله بينطبق على كل الاسماك؟ الاجابة لا طبعا. في انواع من الاسماك ما بتنامش زي السمكة الزرقاء، وفي نوع زي الاسكومري. النوع ده من الاسماك بيسبح في المية ليل نهار، ولكن سرعته في الليل بيبقى اقل نسبيا من السرعة بتاعته في النهار. نيجي لنوع تاني زي سمك القرش، برضو في انواع منه بتقدرش تنام تماما، وده علشان تدفق تيار المية للخياشيم علشان تقدر تتنفس. طبعا في نوع زي البلطي النيلي اللي حضراتكم كلكم عارفينه، او البلطي الموزمبيقي ما بيقدرش ينام حتى مرحلة البلوغ، وفي انواع منه برضو ما بتنامش حتى في الهجرة الموسمية. والبعض ما بينامش اثناء مرحلة التبويض، والبعض الاخر ما بينامش اثناء تربية الاولاد لحد ما بيكبروا او يوصلوا لمرحلة عمرية معينة. اظن بعد الحلقة دي وبعد ريحة الزفر القوية اللي بدأت تطلع من كمية الاسماك اللي احنا ذكرناها في الحلقة دي، فياريت الناس كلها تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلكم كل الفيديوهات الجديدة. اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة وفيديو جديد. كان معكم عبد الرازق مغاتة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.